الحضرة الجاية بإذن الله مع الدكتورة سونيا شرقاوي، أستاذة طب الأطفال جامعة قناة السويس. المحاضرة إن شاء الله عن Recent Advanced in Thalassemia Management and Prevention. طبعا المحاضرة دي مهمة جدا 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 لكل بورسعيد وما هي إيه ودول البحر الأبيض المتوسط اللي مدوخين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بصراحة أنا حاولت إن أنا يعني أدور على موضوع من الموضوعات، في كتير جدا جدا من الموضوعات ريسنت وممكن يكون فيها كلام كتير، والكلام الكتير ده ممكن اللي احنا نلاقي فيه ريسنت ستادي وأدفانشد ريسيرشز أب تو 1060 أور 1050، لكن أنا 15، لكن أنا في الحقيقة يعني تشوز ذيس توبكس علشان خاطر البروبلمز اللي أنا قابلتها أو اللي أنا عشتها مع الأول بيدياتريك ديبارتمنت أول أوفر our country، مش هنقول الورد، عن البيشنت اوف ثلاسيميا. البيشنت اوف ثلاسيميا they are one of large group of patients that are suffering from hemolytic anemia. All of you know that ثلاسيميا is considered as the major form and the most dangerous type of hemolytic anemias. Why? Because of its complication and not presentation or the specific or the clinical pictures اللي العيان بيجي لنا بيها. بالاضافه الى ان البروجنوز بتاعها زي ما حضراتكم عارفين all of you it is not good، وان هو it is not a curable disease، وان المانجمنت بتاعته حتى even لو ان احنا وفرناها بقدر المستطاع عباره عن out of our hand ما هياش موجوده. يبقى اذا احنا دلوقتي احنا فعلا we are worried about thalassemia major or patient with thalassemia major. Why you are worried about patient of thalassemia major؟ هل علشان خاطر السموتيك بيتشر اللي هو بيبان بيها؟ هل هو علشان فتره من الفترات الطفل ده بيكون قصير شويه، وشه متغير شويه، الجروث بتاعه بيمبرد؟ ولا هل في هناك مشاكل ثانيه انا هي مستخبيه جوه العيان الغلبان ده انا مش قادره اوصل لها؟ السلايد دي بتشوف الهيموجلوبين ستراكشرز اند اول اوف اس نون ذا نورمال ستراكشرز اوف هيموجلوبين فورمد اوف 4 سب يونتس 2 الفا اند 2 بيتا، وفي شويه ايرون وهيم وبتبايند باي 4 اوكسجين بايند. Thalassemia defined as a heterogeneous group of hemolytic hypochromic anemias of various degree of severity and it result from genetically determined imbalance production للglobin chain، وده بيعتمد على انهي chain اللي هي حصل فيها الديفكت whether it is an alpha or beta. انا هعدي على الحاجات اللي هي البيزك بس عشان خاطر ايه نفتكر الالفا ثلاسيميا دي في عندنا منها four forms or grade. الوان ديليشن هيعمل لي سايلنت كارير، وفي معظم الاحيان ما بيحتاجش تريتمنت لان ما بيبقاش ليه كلينيكال سيجنيفيكانس واضحه. التو ديليشن دي بيبقى فيها مايلد هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا، والثري ديليشن دي بتكون فاريبل في السيفيريتي، ممكن تجي لنا بصوره بس بتكون مور اور ليس اقل في السيفيريتي من البيتا ثلاسيميا ميجور. والفور ديليشن طبعا زمايلنا بتوع النيوناتولوجي بيقابلوهم في البريزنت ميلي by hydrophthalates أو نيترو or an early neonatal disease، وغالبا دول بتكون بالاندريزا بتاعها بتكون ديس. بيتا ثلاسيميا has a high incidence of في البرود ريجون extending من ميتريال بسين and parts of Africa through the Middle East and in the India وال South East Asia. احنا من الاريا بتاعت الميتريال اريا، فعلشان كده هنلاقي ان البيتا ثلاسيميا عندنا لها incidence prevalence عالي. Beta thalassemia in Egypt was reported as being the most common chronic hemolytic anemia. And the carrier rate in Egypt دلوقتي وصل لغايه من 9 ل 10%، ده كان اخر ريسيرش الاستاذ الدكتور امال بشلاوي كملاه في 2008. هو في الحقيقه ده بيكون الرقم ده علشان اجيبه بتاع 2015، ده كان لازم ان انا اتصل بمور ذان وان سنتر، وفي الحقيقه اللي انا عرفت ان هم وصلوا لغايه سنه 2013 ان الكارير ريت بتاعهم بالمور سوفيستيكيتد انفستيجيشن وصل من 10 ل 12 و3 من 10، بس ده ما كان لسه نوت ببلشت.
البيتا ثلاسيميا سندروم او ثلاسيميا سندروم ار كومنلي ذا كومنست هيموجلوبينوباسيز ان ذا ميدل اند ساوث ايست ريجون وير ذا كارير ريت دلوقتي زي ما احنا قلنا انه وصل لغايه برسنتج عالي. ده النورمال هيموجلوبين ستراكشرز باي الكتروفوريسيس. واحنا دلوقتي لما بيجي لنا اي دكتور اي بيشنت سافر ويز هيموجلوبين ويز بالور اول حاجه بنقول ان هو وي ماست انفستيجيت ذيس بيشنت. بنعمل السي بي سي اللي هي عباره عن افيلابل لكلنا في المكان اللي احنا فيه. لما بنشك ان هو في شويه هيموجلوبين بتاعته قليله شويه ببدا ان انا اعمل سيرم بروتين سيرم البومين عشان خاطر اشوف ايه الموضوع. طب هعمل الكتروفوريسيس ولا ادور على جي 6 بي دي علشان خاطر كده. طبعا استاذ الدكتور احمد اللواح هيقول لنا قبل ما افكر ان انا ادخل ان ديبس في الهيموليتيك انيمياز وماست ديفرنشيت ويذر ذيس انيميا از هيموليتيك اور نان هيموليتيك. وده تيست بيكون صغير قوي اللي هي ريتيكولوسيتيك كاونت صح عشان خاطر انا الماستر بتاعي لما جيت سالتك قلت لي كده في الاول. فبنعمل ريتيكولوسيتيك كاونت في البدايه وبندفرنشيت ويذر ات از هيموليتيك اور نان هيموليتيك وبعدين جو ان ديبس هنا او جو ان ديبس هنا. في الحقيقه اللي انا المفروض اللي احنا كلنا نعرفه لازم اللي احنا نبقى عارفين لما نيجي نقرا الهيموجلوبين الكتروفوريسيس ببص على ثلاثه الهيموجلوبين A والهيموجلوبين F والهيموجلوبين A2. في النورمال كونديشن زي ما احنا شايفين ان الهيموجلوبين F ما بيكونش ابدا ما بيعديش ال 1% وان الهيموجلوبين A بيكون 97% والهيموجلوبين A2 بيكون حوالي 2% من 2 من 1 ل 3% ب 2% يعني. اذا اي تشينج في الالكتروفوريسيس عندي لازم بقى اخش ان ديبس وهل ان العيان دوت عنده نوع واحد من الهيموليتيك انيميا ولا اكتر. لان انا كنت في رساله الماستر بتاعتي كنت بشوف البريفالنس اوف هيموليتيك انيميا امونج بورسعيد تشيلدرن وطلع لي فيها حاجات ساعتها. وكان الاستاذ الدكتور طاهر الصرفي ايامها كان هو اللي بيمدني بالعون طبعا والمساعده. ولقينا اللي احنا عندنا ان في ساعات بيطلع كومباينيشن من ديفرنت فورم اوف هيموليتيك انيميا ما بتبقاش بيور ثلاسيميا بس ولا ثلاسيميا ولا سيكل سيل انيميا ولا جي 6 بي دي. فلازم اللي احنا نخش ان ديبس فيها. الثلاسيميا البيتا ثلاسيميا ممكن تجي لي بثلاسيميا ماينور ودي في الحقيقه دي ما بديهاش اي نوع من الاعتناء لانها ولا بتحتاج مني تريتمنت ولا ايفن اوبزرفيشن ولا فولو اب ولا اسسمنت. خدوا بالكم احنا نقعد نكرر الاربع كلمات دول دلوقتي في الثلاث مراحل الجايين. يبقى احنا ما بتحتاجش مننا ولا في كلينيكال فايندينج ولا تريتمنت ولا اسسمنت ولا فولو اب. لان ليه بقول كده؟ لان انا هاجي لاخر باراجراف في السلايد وهحط الاربع نقاط دي وهم دول يا جماعه اف يو بليز هم دي اللايف ثريتنينج كونديشن ودي البوينت اللي انا لازم احطها تحت عيني مع اي ثلاسيميك بيشنت. يعني لما بيجي لي عيان ثلاسيميك بيشنت انا مش مجرد اللي انا بكشف على الثلاسيميك بيشنت ده وهقول له النصايح اللي احنا دلوقتي هنقولها. هنقول ثلاسيميا ذا موست كومن هيموليتيك ديس اوردر وان ان هي البروجنوز بتاعها از باد وان ان هي لها سايد افكت وهقول له انت لازم تنقل دم. وفي الحقيقه دكتور سوي بيه المشكله اللي احنا بنتعرض ليها دلوقتي احنا الفيزيشن لما بيجي لنا بيشنت بتاع ثلاسيميا بكتب له يو ار ان نيد فور ريجولار بيفور بلاد ترانسفيوجن. اولا ما بكتبش ريجولار بلاد ترانسفيوجن. نمره اثنين ما بكتبلوش الفول دوز اوف بلاد ترانسفيوجن. نمره ثلاثه اللي انا ما بقولوش حتى هو ان انتوا يو ماست مينتين يور هيموجلوبين ات ليست. ال دبليو اتش او قالت ان هو 10 مللي جرام بير دي سيليتر وطبعا دي ال دبليو اتش او طلعتها. انا بقول للعيانين اللي احنا عندنا في وحده الهيماتولوجي في المستشفى بقول لو ان احنا خليناه 8.5 9 يبقى حمد وشكر عند ربنا. انا بلاقي عيان انا ماسكه انشوران بورسعيد انا بلاقي عيانين دلوقتي بيروحوا عشان ينقلوا بلاد ترانسفيوجن هم 7.5 يقول لهم لا ده انتوا الهيموجلوبين بتاعكم كويس خليكم لغايه لما تقل من كده وتعالوا انقلوا. طيب احنا البلاد ترانسفيوجن بتاعتنا الدوز بتاعتنا محتاجه عبوتين او كيسين من الدم. لا 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 كفايه قوي احمد ربنا اللي انت لقيت كيس. هنشوف دلوقتي او هي دي الدايليما اللي احنا النهارده جايين نتناقش فيها اللي احنا يا اما اللي احنا نعمل ريجولار فول اوبتمايزد دوز اوف بلاد ترانسفيوجن ويز جود فول اب اند اسسمنت اوف العيان ده ونعمل له اسسمنت مانثلي افري 3 مانثس اند ييرلي علشان خاطر في كل محطه من المحطات دي هنكتشف حاجات. طبعا هو ربنا لوحده هو اللي بيحفظهم مش انا ومش اي حد لكن احنا على الاقل بيكون جايد ليهم اعمل كده عشان لما نلاقي كده ممكن اللي احنا نبعد عن كده ونعمل حاجه ثانيه زي ما احنا هنشوف.
بيتا ثلاسيميا ميجور اوركولز انيميا دي سيفير جين ميوتيشن وبتنيد كيرفول اوبزرفيشن اند انسنسيف تريتمنت. البنوته الجميله دي بتقول واي اي ام ثلاسيميك جيرل, وبيروح صاحبها رد عليها يقول لهم واي اي ام ثلاسيميك بوي. طبعا حضراتكم شايفين ان في يعني الديسمورفيك فيتشرز بتاعتها في الفيس, وهنا فين في السكال. هنا العيان بيقول واحد يعني اخوه بيقول له ايه يو ار بريجننت بوي اور جير. احنا عندنا في طفل جه يقول لي طفل صغير قوي كانت مامته بريجننت واخوه كان بالمنظر ده, فكان بيقول لي يا ترى الولد ده يعني اخويا هيجيب ولد او بنت من السفير هيوج ابدومن. وطبعا اللي بيحصل بعد كده بقيه المأساة ان هو بيعمل سبلينكتومي, وطبعا السبلينكتومي اما ان هي بتكون حاجه من الحاجات اللي عايزين مش عايزين نقول ان هي الكويسه ولا اللي مش كويسه ديبندنج على المركز او المستشفى او الهوسبيتال عملوا له كانوا بيعملوا اكسبلوريشن ولا. فعشان نعرف بقى يعني احنا ليه بقى مهتمين بالثلاسيميا وليه مهتمين اذن ان هي عباره عن بيج بارت اوف هيموليتيك انيميا, علشان خاطر الثلاسيميا دي لها الوت اوف كومبليكيشن. هل الكومبليكيشن دي بتنتج من الديزيز بيرسي لوحده, ولا في جزء منها بينتج من الهيموليسيز, ولا جزء تاني بينتج من التريتمنت اللي انا بعمله؟ في الحقيقه هي الكومبليكيشن بتاعتها بتكون عباره عن الثلاثه بارتس دول مع بعض. هو من الديزيز از اتز بيحصل فيه ماسيف هيموليسيز, الهيموليسيز دي بيطلع لي اكسس ايرن. انا باجي بنقل له بلاد ترانسفيوجن بديله ايرن. فاذا اللي انا عندي وانا بقول العيان يو ماست ريسيف ريجولر والكالكوليتد اماونت اوف بلاد. طب انا ده انا دلوقتي كده سلاح ذو حدين, ادي بلاد ولا ما اديش, وادي له ريجولر ولا ما اديش. طب التوكسيك فورم بتاع الايرن ده هوديه فين؟ يبقى اذا الريجولر ترانسفيوجن اند ان افكتيف ريستوبيسز بدبل ذا ايرن اوفرلود, وان الاكسس ايرن هو التوكسيك فور ذا ليفرز والهارت والاندوكراين جلاند والديفرنت بارتس في البادي. طبعا حضراتكم عارفين ان البلات يونت لوحدها بتحتوي على حوالي 200 ملي جرام من الاير, وبين اديشن ان هو بيتم الابسوربشن بتاع 4 ملي جرام بير داي, ممكن ان هي تابزورب عن طريق الجد. يبقى اذا الريت اوف ايرن لودنج انفلونس الثيرابيوتيك جول بتاعنا. طب العيان ده بقى يحصل له ايرن اوفرلود, والايرن اوفرلود ده هيزيد, بنقيسه بالسيرم فروتين اللي عندنا, وهنلاقي ان هو بقى غطي قوي بيروح رايح ويحصل له ديبوزيشن على الديفرنت فايتال اورجنز, هيروح على الهارت والليفر والاندوكراين, هيأفكت على البيتيوتري ويعمل جروث ريتارديشن, هيأفكت على الاوفري وهيعمل لي ديلاي في البيوبرسي. لان الكومبليكيشن بتاعت الثلاسيميا فاريبل في الديفرنت ايدج جروب, يعني هي بتكون ميلي يا اما بتكون كاردياك يا اما سيروزز يا اما في الاندوكراين. وهنلاحظ ان اول حاجه بتبدا ان احنا نقابلها في السن اللي هم بيتعاملوا معانا, اصل احنا عندنا عيادة هيماتولوجي نواديه في سويس كانال يونيفرسيتي, ما عادش فور بيدياتيشن اونلي. يعني احنا عملنا اكستنشن للبيدياتريك بتوعنا مع بتوع الميديسن بتوع الادلت الكبار بيجوا يحضروا معانا نفس الايه نفس الكلينيك. فلقينا ان هي معظمهم بيجوا لنا بسيروزس, وبعدين في منهم طبعا كاردياك افكشن بيكون كتير مش ديو تو انيميا, لا ديو تو ديبوزيشن اوف ذا اير, والاندوكراينر طبعا افكشن. الفيجر دي بتبين لي الانسيدنس اوف بريفلنس في الديفرنت بارتس اوفر ذا وورلد في بعضهم, يعني هل هي ناتجه من هارت ديزيز ولا من انفكشن ولا ناتجه من اكسيدنت ولا من ليفر ولا سيروزز ولا ايه. هنلاقي ان في كل العيانين اللي بيجوا لنا بتوع الثلاسيميا كلنا عارفين ان احنا بيبقى في عندهم جروس ريتارديشن. وللاسف الشديد اللي انا شفته يعني مع العيانين اللي جوا لي في زيارات لديفرنت فورم اوف فيزيشن وستاف, لما بيروح لهم عيان ثلاسيميا الحاجه اللي بيعملوها الا ان هم بيعملوا انت ثلاسيميا عملت الكتروفوريسيس وريني اخر سيرم فيريتين, بتاخد الكليتنج ما بتاخدش الكليتنج, مفروض اللي انت تتابع ومفروض اللي انت كل 3 شهور بتجيلي اشوفك. هل العيان ده انت عملت له اسسمنت ان ذا فيرست فيزيت؟
هل انت عرفت البيز لاين بتاعه كان كام؟ هو قال لك انا جالي بعد ما راح ل 10 دكاتره، هو راح للدكتوره ميسه بعد ما كان عندي وعند غيري وعندي وعند غيري ما عملوش. الدكتوره ميسه المفروض ان هي تعمل كده، اول ما العيان يجي لها النهارده ده هيعتبر اول ديت بالنسبه له ان هو ديسكفر تو بي ثلاسيميك، ولازم تعمل له بقى الجروس شارت والجروس كيرف بتاعه في الويت والهايت او اللينس بتاعه، وبتعمله الهيست سيركمفرنس اخبارها ايه، الويست سيركمفرنس عشان خاطر العيانين دول ممكن ان هم يخشوا لي بقى في مشاكل كتيره جدا من الدايبيتس و وبعدين بتعمل له فايل كده في سي بي سي، وبعدين الهيموجلوبين الكتروفوريسيس اخباره ايه، الليفر فانكشن والكيدني فانكشن اخبارها ايه، واقول له دي لازم الليفر فانكشن تتعاد لو كان بياخد ايرن كليتنج ايجن مانثلي. هل العيان ده عمل الترا ساوند ولا ما عملش؟ لو ما عملش هعملها ولازم تو بي ريبيتد افري 3 مانثس. هل العيان ده اتعرض على دنتست ولا لا؟ لازم ان هو يشوف. هل ان هو اتعمل له ايكو عشان خاطر نشوف الهارت بتاعه افكتد ولا لا؟ ده كل 6 شهور. يبقى اذا الحاجات دي يا جماعه ما هياش مكلفه بالنسبه للبيشنت. ليه؟ لان دلوقتي نوادي في الانشورنس في كل التامين على مستوى الجمهوريه دلوقتي اصبحت في عيادات مكلفه بعمل دول. يبقى اذا انا العيان يبقى حرام عليا لو انا عيان جالي سلاسيميك وانا ما اتبعتش معاه كل النقاط دي، وحرام عليا لو انا ما عملتش ليه نوته كده صغيره او حتى فايل عند حضرتك بحيث ان انت تتابعه، لان بصراحه يعني احنا بنشوف ماساه رهيبه، ماساه رهيبه للعيانين اللي هم عباره عن نوت ويل فولود. طبعا الهايبوجوناديزم دي مشكله كبيره، واحنا عندنا في عياده الاندوكراين الاستاذ الدكتور امين عبد الوهاب في الحقيقه احنا بنكتشف حالات كتير جدا جدا من الهايبوجوناديزم، ويمكن العيان بيجنور ان هو حته السلاسيميا بس طبعا هي بيكون شكلهم باين، والسكليتال ابنورماليز اللي بيكون موجوده والكاردياك كومبليكيشنز، والممكن ان احنا الانت ريزلت بتاعتنا بتكون عباره عن كونجستيف هارت فيلير. 80% من السلاسيميك بيشنت بتبقى عندهم سايكاتريك بروبلمز رهيبه جدا، وفي الحقيقه انا لما كناش عملنا ريسيرش على النقطه دي، احنا عملنا رساله ماجستير وكنت الحقيقه شرفت ان انا اكون مع الاستاذ الدكتور الدفراوي ده استاذ سايكاتري بيدياتريك سايكاتري عندنا في الجامعه، وكنا عاملينها رساله ماجستير لكانديد عندنا في القسم دلوقتي هي مدرس، كنا بنشوف وات اباوت سايكاتريك بروبلم ريليتد للاطفال اللي عندهم سلاسيميا. طبعا قد تكون هذه السايكاتريك بروبلم ممكن انها تكون مش في السلاسيميك بس، ممكن تكون في الكرونيك انسز المختلفه، لان هي ملهاش دايركت افكت من العيان ده من الليجن او الباثولوجي بتاعه على السايكاتريك كونديشن بتاعتها. لكن اللي احنا لقينا العجيب ان 80% من الاطفال اللي هم السلاسيميك عندهم سايكو سوشيال بروبلم وبيهيفير وليرنينج ديسابيليتيز. طبعا حضراتكم كلكم شايفين ان كل عندكم في عياداتكم كل الناس اللي هم uncontrolled، واف يو بليز يعني انا عشان خاطر ما حدش ياخد عني الكلمه دي انا بقول uncontrolled، لكن البيشنت اللي هم بيكونوا كنترول تو سلاسيميك ما بلاقيش عندهم اي حاجه من دي. وانا في الحقيقه ساعدت ان انا عندي تو بيشنت النيمز بتاعتهم لارين ويحيى، هم الاثنين اخوات الاثنين دول دلوقتي هم اعتقد في جريد 6 او 7. من يوم لما ان هم تسكفر تو بي سلاسيميك الام جات لنا في الانشورنس وقلت لها بنفس كده والله عفاف، قلت لها خدي بالك الهيموجلوبين بتاعهم ما نزلش عن 9. ست دي فايت بطريقه غير عاديه، بتروح تتخانق مع بنك الدم علشان تخليهم 9. حضرتك انت بتشوف الولاد وهم داخلين بيتنططوا ويعملوا، لا يمكن تقول ان هم سلاسيميك، السايكاتري بتاعتهم 100%. فعلشان كده احنا قلنا لو كان عملنا جود اسيسمنت وجود فول اب اعتقد ان هي كتير من الكومبليكيشن ممكن ان هي يحصل لها ديلي، مع بقى هنلاقي ان في الانترنالايزيشن والاديوكيشنال بروبلمز اللي عندهم تو ليس اكستنت عندهم شويه انكزايتي وشيزونويد سيمبتوم. احنا في الحقيقه عملنا الريسيرش اللي بقول لحضراتكم ده عليه، وان دي كانت النتيجه بتاعته ان كان حوالي 54.3% كان عندهم سيجنيفيكانت ديبريشن، كان ديبريشن غير عادي، و82% كان عندهم انكزايتي، على الرغم ان كان في الكتب اللي احنا عملناها ان الانكزايتي عندهم بتكون اقل من المعدل الطبيعي، لكن ده في الحقيقه اللي احنا لقيناه عشان خاطر الامانه العلميه احنا نشرناها زي كده.
لما نيجي نقول بقى المشاكل التانية بتاعت الثلاسيميا، غير بقى ان العيان بيبقى وهو ماشي في الفصل وهو ماشي في المدرسة الولاد بيشاوروا عليه، ده شكله مختلف، ده راسه مش عارفة شكلها ايه، ده عينيه فيها ايه، ده بطنه كبرت، ده مش قادر يتحرك، الاكتيفيتي بتاعته قلت عن الاخرين. نيجي بقى نشوف ايه هي الياتروجينيك كومبليكيشنز اللي العيان دي بتعرض لها من اللي احنا قلنا له ان انت لازم تاخد بالك منها وتعملها ريجولر، اللي هي عبارة ريجولر بلاد ترانس فيوجن. وحقيقه يعني احنا لقينا ناس كتير عندهم هيباتيتس سي وكرونيك هيباتيتس سي وبي وهارت ديزيز ريكويرنج ميديكيشن، وممكن نوصل للسيروزز اللي هو كان بي دياجنوز باي بايوبسي، وممكن انها طبعا توصل لليفر فيليا. الاندوكراين ديس اوردر مينلي بتكون ثايرويد ديزيز او هايبوباراثايرويديزم ودايابيتس والهايبوجوناديزم. في بقى بيتا ثلاسيميا كومبليكيشن اند ايمرجنسي، بعض الحالات بقى الناس بتوع الثلاسيميا دول بيجوا لنا في حالات ايمرجنسي، ولازم اللي احنا نعرف ان الناس دول بيكونوا لايبل جدا للحاجات دي. ممكن يحصل لهم سيبسز ودي بتكون فعلا بالنسبه لهم ان ايمرجنسي ستيت، او يكون يحصل لهم كارديوميوباسي ودي بتبقى دراماتيك فعلا، يعني دي بتبقى دايليما. وانا قابلت حاله من دي ومحدش ايه ده عرف يعمل لها حاجه والكيس دايت، او انها عباره عن تخش في اندوكراينوباسيز وتخش لنا في دي كي اي. الجايد لاين اللي احنا بنعملها بالنسبه للايمنايزيشن، وامبارح كان ورك شوب جميل جدا لو حضراتكم كنتوا حضرتوه، كنا بنتكلم فيه عن الايمنايزيشن والفاكسينيشن واهميتها، وان الفاكسينيشن الاوبليجاتوري والنان اوبليجاتوري، وامتى الفاكسين اللي انا استخدمه في حالات اللي هي النيد، ودي واحده من الحالات اللي هي بوست بلينكتومي فاكسينيشن اللي انا كنت لازم استخدمه فيها. ايه الحاجات اللي انا كنت من الحاجات اللي قلتها لحضراتكم اللي احنا لازم نتابع بيها العيان؟ السيرم فيريتين. سيرم فيريتين وزي ما قلت لحضراتكم احنا دلوقتي مش بنكلف العيان ان هو يعمله بره، ده بيتعمل تبع التامين، فبالتالي ده بيكون ليا جايد لاين. البيوبيريتي بالنسبه للثلاسيميك بيشن، طبعا كلكم عارفين ان هي بيحصل لها سيفير ديلي بالبيوبيريتي دي، ودي مالتي سنترز عملت ريسيرشز يعني عشان خاطر التايم في ارقام كتيره وفلكيه بالالافات، وان هم لقوا فعلا ان الديلي ده بيكون موجود وبيكون في لاك اوف الجوناتد تروبين هرمون او بيكون في انسفشنسي. الديلي بيوبيريتي دي كمان بقى بتعمل لنا مشاكل تانية، هي دي بقى اللي احنا اصل احنا كنا نسيت اقول لحضراتكم لان انا ما قريتش السلايد بتاعته، ان السيرش اللي احنا عملناه في الجامعه او الرساله كانت معموله على الولاد اللي هم في سن المدارس الاعدادي، يعني في البري بيوبرتال ستيت، بيبقى شكلهم بقى كل واحده منهم تيجي تقول لها ايه ده انت قصيره قوي، ده انت ما كبرتيش، ده انت مش عارفه لسه منارك ديلايد، ما فيش بريست ظهر. بتبدا بقى كل بنت تفكر هو انا ليه شكلي مختلف عن الشكل البنت دي، فعلشان كده السايكولوجيكال بروبلم والسايكولوجيكال ديستربنس بتبدا ان هي تبان. الباثوفيسيولوجي زي ما احنا قلت لحضراتكم ان هي عباره عن بيكون نتيجه للديبوزيشن او ايرون اوفرلود على الديفرنت بارتس اوف ذا بادي، واللي بينتج عنها كتير من الديزيزز زي الليفر ديس اوردرز والكرونيك هايبوكسيا والديابيتس ميليتس والمانيفيستيشن اوف زنك ديفيشنسي. الايرن ديبوزيشن في البيتيوتري جلاند بيأثر على الجونادوتروبين، وقلنا ان دي بتكون نتيجه للايرن اوفرلود. في الحقيقه انا مش عايزه اتكلم نظري قوي في الحته دي، لان انا يعني هخش في الحته اللي انا يعني اخترت التوبكس بتاع الليكشر دي علشانها. كومنز جوز اوف ديث في بعض الاحيان بيكون الكاردياك ديزيز نتيجه للبور كومبلاينس بتاعت الكليتين ايجن، او السيرم فيريتين بيكون عالي، او يحصل اوفر لود، وبيحصل سم سورت اوف كاردياك اريزميا، والعيان بيجي ما بيبقاش فيلير. للاسف الناس العيانين اللي هم بيضاي من في الثلاسيميك بيش ما بيوصلوش للفيلير من الانيميا، هم بيوصلوا كده نتيجه للايرن اوفر لود والديبوزيشن. التريتمنت بتاعت الثلاسيميا زي ما قلنا لحضراتكم اللي احنا اتفقنا ان هو يدبند على ريجولر بوسيبل دوز اوف ذا بلاد ترانسفيوجن تو مينتين ذا هيموجلوبين ليفل عند 10 مللي جرام بير ديسيلتر. انا ما اقدرش اقول غير كده لان ده الدبليو اتش او، لكن انا بيني وبينكم مش بزود عن 8.5 ل 9، وده لو ربنا يعني وفقنا اللي احنا وصلنا لغايه كده يبقى كويس قوي، لكن هو في الامانه اللي هي عباره عن مفروض ان هي توصل لغايه 10. طيب يبقى انا هعمل التريتمنت ده
من غير كلمه تريتمنت، طبعا حضراتكم عارفين از تريتمنت غير مانجمنت، انا عشان خاطر اعمل مانج اعمل دايجنوزز وتريتمنت ليه، التريتمنت ده لازم يكون مصحوب زي ما احنا قلنا بالفولو اب والاسسمنت بتاعه العيان. فانا هعمل له كرونيك ترانسفيوجن ثيرابي وهديله كليتين كليشن ثيرابي وهعمل اسبلينكتومي. خلاص احنا قلنا على الكرونيك ترانسفيوجن ثيرابي وقلنا اللي احنا خلاص اللي احنا هنعمل، وربنا ان شاء الله يعيننا ويعينكم، ويعني وارجو ان كل حد سامعني ويكون لي اي علاقه بحد مسؤول في مراكز الدم، في مراكز اوعيه يا دكتور مرتضى، في مراكز اللي هي بتاعه الهيباتولوجي، ان هو يوصل صوتنا فعلا. الناس بتوع الثلاسيميا دول ار ان نيد فور ريجولار بلاد ترانسفيوجن ولازم نوفره لهم. بالنسبه للدوله انا ما اقدرش ان انا دلوقتي اجي اقول لهم من ناحيه الحكومه في الحته الثانيه انا هقولها، لان الكليتنج ثيرابي اللي انا هتكلم عليه دلوقتي احنا كنا زمان كنا بنستخدم الديسفيرال، والديسفيرال ده احنا كنا بنديه سبكيتينس وكنا بنديه في البطن وكنا بنديه مش عارفه ايه، ولا في بامب موجود مش موجود، والعيان يقعد يصوت ويعيط ويجري ويقعد خمس ايام مربوط في السرير ولازم نعلقه له، نعلقه له خمس ايام ويومين اجازه. وفي حقيقه كانت كان ميزربل بالنسبه للعيان ان هو يستمر على الديسفيرال. فلما طلع الاكس جات اللي هو عباره عن ده اتزان اوراكليتنج ايجنت ودواء جديد، قالوا ان الناس ان هو ليه بنفيت عن الثاني، وانا مش هخش في البنفيت بتاعه الثاني، انا ماليش دعوه بيها. انا ليا البنفيت الوحيده اللي انا بتكلم فيها ان العيان ده بياخده اورال وهو قاعد في بيته صاحي من سريره، بيحطه في الكوبايه وبيبدا ان هو يشربه وخلاص، مفيش شكشكه ومفيش ومفيش. في الحقيقه يعني الحمد لله الحمد لله، يعني انا تعبت جدا في بورسعيد لغايه لما قدرت ان انا ادخل الاكسجات في اول محافظه في التامين الصحي، لان هو فيري اكسبنسيف. ال 500 مللي جرام ب 3200، والتاني ده اللي كام 250 بحوالي 1700. فطبعا كان مجهود، يعني الحمد لله ان هم وفروا. اذا احنا عندنا الكليتنج ايجنت موجود وطريقه اعطائه ووفروا لهم الميكسر اللي هو بيبدا ان هو يستخدم في تدريس استخدامه، فاذا استخدامه دلوقتي بقى سهل. يبقى اذا هي باقي حاجتين، باقي اللي انا وفر لهم نقل الدم بالكمية المطلوبة وبالدوز يعني اللي هي well calculated by doctor and not by nurse، ولازم كمان افلتر لهم الدم. برضو دي مشكلة دكتور لوح، حتة فلترة الدم till now ما هوش available in all أو in most of the centers of blood transfusion. وطبعا حضرتك أخطر واحد ما هو حضرتك بنك الدم قالون كان not ريجوليت او كان نوت، يعني ان هو يغطي كل الناس دول، وعلشان خاطر يروحوا بنك الدم حضرتك. اصل كل المشاكل دي على فكره انا بعرضها في مؤتمر بورسعيد لان احنا كلنا بورسعيديه. بنك الدم لما بيروحوا لهم يقول لهم enough for you 300 مللي جرام 300 مللي من البلد، خلاص ليه؟ لان الفلتره اللي عندهم قليله، وحتى البلد هم برضو هم هيجيبوا منين؟ ما هم الكميه اللي جايه لهم قليله، هيجيبوا دم منين هم؟ والفلتره دي انا سمعت لكن انا ما اقدرش اجزم ان هم بيفلتروه لو ان هو مش تبع التامين بجهاز ب 200 جنيه. فطبعا الناس ما عندهمش مقدره ان هم يدفعوا ال 200 جنيه. اي دونت نو من يعني ذيز فاكتور نوت، لكن ده اللي وصلنا. دي مش معامل خاص، دي مش معمل، ما انا بس بقول لستك دي مش معمل، بقول لحضرتك ده انا سمعت ان ده بيتم لو ان هم جابوا لهم دم. لا يا فندم، هو هنا الجهاز دلوقتي في مركز في هم برضو اللي قال لي، مش انا اللي شفته، بس انا ان شاء الله يعني خلاص كان فيها ورايا كده كام ديوتي وهنزل اروح ان شاء الله زياره البنك. بيقولوا ان هو جهاز زي الاسطوانه هو بيفلتروه. وبرضو دكتور حضرتك طبعا هتفيدنا في الحته دي، ان المفروض ان انا اقيس الاوتو اميون بالنسبه لهم. ايوه، علشان خاطر العيان ده، يعني ايه السبب ان العيان دوت ممكن ان هو يحصل له عيان كان بينقل دم كل شهرين مره ودلوقتي بينقل كل 10 ايام.
يبقى ده في بعض النقاط. يعني احنا عايزين نعمل كده ميتنج ويا ريت ان شاء الله احنا هندعي حضرتك فيه، هنستفيد من خبره حضرتك ايه هي الاذر ايتم اللي احنا ممكن اللي احنا نعملها كبروتوكول في ثيرابي للناس بتوع عياده الدم. احنا هنعمل ان شاء الله ان شاء الله بالتعاون مع مستشفى النصر. الحقيقه انا اتكلمت مع الدكتور اسامه حسين والدكتوره ميسه والدكتوره هدى وكل الناس اللي كانوا معايا في ميتنج، بصراحه رحبوا جدا 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 اللي احنا نعمل سب يونت صغيره كده ان شاء الله نقدر اللي احنا ايه يعني نعمل فيها حاجه للسلاسيميك بيشنت هنا ان شاء الله. وحضرتك خلاص احنا حطيناك حضرتك معانا رديت ام المطرد خلاص حطينا بقى من غير اذنك. الناس دول بيقولوا وي ار ان نيد فور ريجولار بلاد ترانسفيوجن، هتوفره لنا وبعدين بيقول لنا بليز تيك كير اوف اس، الناس دول من بره مش احسن مننا، الناس دول بيتمرجحوا وبيلعبوا وبياكلوا بونبوني ومش عارفه اسمها ايه المصاصه اللي بياكلوها في ايدهم دي، لولي باب باين بنتي بتقول عليها كده، وبيقعدوا ياكلوها بيعملوا وهم بينقلوا الدم واحنا قاعدين مش لاقيين الكرسي اللي هم يقعدوا عليه عشان خاطر ننقل لهم الدم. طبعا احنا بنقول ان احنا عباره عن وي هوب ان البومر وترانسبلانت ان هو يتوفر لكل الناس، هو طبعا ان هو متوفر دلوقتي لكن هو بيتعمل في بعض الاريا مش في كلها. وطبعا حضراتكم عارفين كويس قوي ايه الكوست اللي هو ممكن ان هم بيعملوه علشان خاطر واحد يجيب الدونر يقول له لا ده لازم يكون من السيبلينج ولازم يكون من السيبلينج لا من البيرنت لا البيرنت لا فيلد لا طب نرجع للسيبلينج طب نجيب دونر من بره طب انا عايز 60,000-70,000 جنيه طب معايير 70,000-60,000 جنيه طيب خلاص بقى ايه اتركن واستنى القدر هيجي امتى. كورد بلاد ترانسبلانت ده عباره عن هو طبعا انتوا عارفين حضراتكم ان الكورد بلاد بيكون ريتش بالستيم سيل وبرده هو محتاج لغايه دلوقتي ان هو يجون، لكن احنا طالما ان الانسان عايش وماشي على رجليه وربنا لسه مديله مخ واراده وقوه وكلام يبقى لازم احنا كلنا بنامل ان بكره يكون احسن من النهارده. وعلشان كده البنت الاموره دي اديها سلاسيميك، دي على فكره صوره حقيقيه، دي واحده سنها 27 سنه وهي سعيده جدا بان هي سلاسيميك وش از مارد، وان هي بتقول طالما ان الحمد لله ربنا خلاني لغايه دلوقتي بقيت كده وانا ماشيه على رجلي، لكن احنا بنامل ان العيانين بقى التانيين ان هم يوصلوا يكونوا في حاله اكتر سعاده. شكرا. شركة مونو ميديا ترجو لكم دوام المناسبات السعيدة.